مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا. دقيق 1 كوب 150 غرام دقيق عادي. نشا الذرة 1 كوب 120 غرام. خميرة جافة معلقة كبيرة 10 غرام. ماء بحرارة الغرفة ماء عادي 1 كوب وربع 250 غرام. طبعا ممكن مضاعفة الكمية حسب الحاجة. استخدموا نفس الكوب أي كوب. خلط المكونات جيد حتى تنسجم. وصفة كتير سهلة. الخليط يجب أن يكون فيه لزوجة. إذا كان الماء زيادة بفرط معنا. اترك العجنة ترتاح 30 دقيقة. وهذه هي الشيرة القطر. ماء 250 جرام وسكر خشن 500 جرام. نحرك جيد حتى يذوب السكر. نوضع قطعة من الليمون ونتركها تغلي 8 دقائق. يجب تحضير القطر أو الشيرة قبل فترة حتى تكون باردة. لازم نستخدمها باردة. هيك صارت جاهزة. هيك بنحمي الزيت مسبقا. طبعا ممكن نستخدم كيس نايلون نعمل له ثقب او القمع تبع الحلويات، لكن انا حستخدم عبوة بلاستيك هعمل فيها ثقب في الغطاء تبع العبوة البلاستيك. اي شيء ممكن نستخدم. بنوضع شوية شيرة، هذا اختياري، هذا هو العسل، وبنوضع قليل من اللون وبنحرك. العين بتاكل العين قبل التم، فهو يعني بس انه بيعمل منظر اختياري يعني. هذا بكون طبعا بكون محمين الزيت، وبنوضع العجنة بالزيت. مثل ما انتم شايفين الموضوع كتير كتير سهل. مثل ما حكينا إذا كانت المية كتيرة بفرط معنا، يعني بصير فيش سيطرة عليه. بنزود معلقة دقيق أو نشا إذا كانت العجنة بتفرط معنا أو إحنا مش مسيطرين عليها. لو كانت مية كتيرة فيها مرقة بتفرط معنا، بس بنزود قليل من الدقيق أو النشا ونحركها كويس. هذا هي تقريبا تاخد 5 دقائق على الوجهين، يعني تقريبا كلها 5 دقائق كلها على بعض. وبنقلبها يعني لما تشوفوها تنضج او تكتسب لون ذهبي. نوضعها باللون اللي احنا حكينا عنه اختياري، هذا اللون الاحمر او الاورانج اي لون انتو حابينه. بعدين بنحطها في الشيرة الباردة وبنتركها حتى نصفيها جيد. وهذا كل شيء. صحة والف عافية، وانتظرونا كتير كتير وصفات جديدة. وكل عام بخير ورمضان كريم. ان شاء الله انتظرونا كل يوم وصفة جديدة. ان شاء الله كل عام بخير. اتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم. مع السلامة.